الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تحدثنا فيما مضى حول مجموعة من الحقوق التي ذكرتها الروايات، حقوق الأولاد على آبائهم وأمهاتهم. من جملة هذه الحقوق اختياره لوالدته. الحق الثاني من هذه الحقوق أن يحسن اسمه، أن يختار له اسما حسنا. الحق الثالث من هذه الحقوق أن يعلمه القرآن. أما الحق الرابع من هذه الحقوق فهو يتعلق بنقطة قد تبدو عندنا شيئا عاديا وقد يثير ذكر هذا الحق في الروايات الشريفة نوعا من التعجب ونوعا من الاستغراب، ولكن هذه النقطة التي يتعلق بها هذا الحق في حقيقتها وفي واقعها محور مهم من محاور الحضارة البشرية. يعني هاي الحضارة التي نراها، هذه الحضارة اللي نشاهدها، إحدى محاورها المهمة، بل يمكن أن نقول إنها المحور الأعظم في الحضارة البشرية هي هذه النقطة. هذه النقطة التي يذكر علماء الحضارة أنها هي التي تفصل بين مرحلتين مهمتين من مراحل التاريخ البشري. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل الحضارة، أي مرحلة. المرحلة الثانية مرحلة ما بعد الحضارة، يعني قبل كما يقولون كما يصنفون ما كانت هنالك حضارة، بس من البداية ما كانت أو كانت ثم بادت ثم بدأت، هذا بحث في محله. لكن علماء التاريخ يعتبرون هذه النقطة التي تضمنتها هذه الروايات حدا فاصلا بين مرحلة ما قبل الحضارة ومرحلة ما بعد الحضارة. هذه النقطة التي نجد أن أول كلمة، حقيقة هذه النقطة تعبر عن جانب من عظمة هذا الدين، جانب من عظمة هذا الدين. أول كلمة نزل بها الوحي تتعلق بهذا المحور. ما هو ذلك الحق؟ الحق الذي يقوله أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أو يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الحديث المروي في بحار الأنوار
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول في هذا الحديث المروي: من حق الولد على والده ثلاثة: يحسن اسمه، هذا ذكرناه، ويعلمه الكتابة، هذا حق، يعلمه الكتابة. الكتابة هواي لها أهمية في نظر الدين، القراءة لها أهمية عظيمة في نظر الدين، البيان له أهمية عظيمة في نظر الدين. أول كلمة نزل بها الوحي على ما هو المعروف شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ. اقرأ قراءة، قراءة جدا مهمة، القراءة هي التي تشكل الحضارات. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يعني في بداية الوحي تركيز على ماذا؟ على القراءة، مو مرة واحدة، مرتين، وعلى القلم. هذا يكشف عن جانب من عظمة هذا الدين في ذلك المحيط اللي ما كان للقراءة أثر، في ذلك المحيط اللي ما كان للكتابة أثر، في ذلك الجو اللي كانوا يكتبون كانوا عدد الأصابع كما يقول المؤرخون. كم واحد كان يكتب في الجزيرة العربية من العرب من المشركين؟ أفراد معدودين. في مثل هذا الجو يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول: هذا حق من حقوق الأبناء على آبائهم، حق من حقوق الأبناء الأولاد على آبائهم. حقيقة شلون عظمه وشلون التفات بداية مسيرة الوحي مع القراءة والقلم. هذا هو الحق الرابع، ويعلمه الكتابة. الحق الخامس الذي أشير إليه، أو الشيء الخامس الذي ورد التأكيد عليه في الروايات بالنسبة إلى الأولاد، الإشباع العاطفي. الطفل له جسد، هذا الجسد يحتاج إلى طعام. الطفل له عقل، هذا العقل يحتاج إلى فكر. الطفل له قلب، هذا القلب يحتاج إلى إشباع عاطفي. هاي مو قضية هامشية، الإشباع العاطفي هاي قضية تتعلق بمصير هذا الطفل. الطفل اللي أشبع من الناحية العاطفية، يعني أشبع بالحنان، أشبع باللطف، أشبع بالشفقة، أشبع بالعطف، هذا يكون شخصية سوية، شخصية وادعة، شخصية هادئة. الطفل اللي ما أشبع من هذه الناحية، ما كان توجه إلى هذه القضية من قبل أبوه، من قبل أمه، من قبل إخوانه، من قبل أخواته، من قبل المحيط الاجتماعي، هذا يطلع شخص قلق. ما تشوفون القلق الآن كثير؟ شلون قلق؟ شلون إحنا نعاني من القلق والاضطراب؟
أكثر الأفراد يعانون من القلق والاضطراب، ما عندهم اطمئنان، عندهم كآبة كئيب، الحياة دائما فيها مشكلات. من يوم خلق الله آدم كانت فيها مشكلة، لكن تشوفون على الأفراد بالذات في هذا العهد حالة قلق اضطراب كآبة عبو، عدم ابتهاج بهذه الحياة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، هاي الطيبات اللي الله سبحانه وتعالى خلقها لنا هالشكل نمر عليها. فالمشكلة صغيرة في حياتنا تصيبنا بالتوتر والكآبة والاضطراب وعدم الارتياح. كل من تلقاه يشكو ألما، ليس شعري هذه الدنيا لمن؟ لمن خلق الله هذه الدنيا؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. من جملة أسباب هذا الشيء الأسباب، واحد من عدم الإشباع العاطفي. هذا الطفل اللي ما أشبع من الناحية العاطفية عندما كان صغير هالشكل يصاب بالقلق والاضطراب والكآبة والعبور، وما عنده خلق، وسريع التأثر وسريع الانفعال، وكلمة واحدة تستفز من مكانه، وكلمة واحدة تبقى في ذهنه إلى 20 عام. هاي شخصية مريضة حقيقة، هذا في نظر الدين أو في نظر علماء النفس شخصية مريضة، مريض هذا. هذا من جملة عوامل أنه هذا عندما كان صغير ما أشبع من الناحية العاطفية. لذلك أكو تأكيد في الروايات أنه اهتموا بهذه النقطة في أطفالكم وفي أولادكم. النبي صلى الله عليه وآله يروى عنه أنه قال: من قبل ولده، الولد طبعا من الناحية اللغوية أعم من الابن والبنت، الولد يعني من ولد، البنت ولدت والابن أيضا ولد، فإذا الولد يشمل الابن ويشمل البنت. من قبل ولده، أحد يقبل أطفاله يقبلهم، هذا مهم في بناء شخصية الطفل، هذا يبني شخصية الطفل. النبي صلى الله عليه وآله في الرواية المروية أنه كان يقبل أحد أولاده لعله الحسن أو الحسين صلوات الله عليهما أو واحد آخر، فكان واحد اسمه الأقرع قال: يا رسول الله أنا عندي 10 أولاد ما قبلت واحدا منهم أبدا. قال النبي صلى الله عليه وآله: على ما في بالي من لا يرحم لا يرحم. واحد يجب أن يرحم الأطفال حتى يرحمه الله، لأن هذا أثير بيدك، هذا أثير بيدك، فإذا رحمته الله يرحمه. من لا يرحم لا يرحم، من قبل ولده كتب الله عز وجل له حسنة. حسنة هواي مهمة، مرة أشرنا إلى أهمية الحسنة. كتب الله عز وجل له حسنة، ومن فرحه، عندما يجي الأب للبيت كل مشاكل خارج البيت يريد ينقلها إلى داخل البيت. المؤمن حزنه في قلبه وبشره في وجهه، مهما كان المؤمن يجب أن يكون مستبشرا ضاحكا أو مبتسما. أول ما يجي للبيت يضحك، يسلم عليهم، يقعد وياهم، يحدثهم، يلاعب الأطفال، يداعب الأطفال، يتصابى مع الأطفال، مو أنه يجي ويبدأ النزاع والخلاف
والآمر والناهي اللي عندما يطلع من البيت يرتاحون منه، مو هالشكل يكون. ومن فرحه يعني فرح الولد فرحه الله يوم القيامة. في حديث آخر لاحظوا الاهتمام بالإشباع العاطفي، أكثروا من قبلة أولادكم، أكثروا إكثار، فإن لكم بكل قبلة درجة، كل قبلة فيها درجة عند الله، درجة في الآخرة، فإن لكم بكل قبلة درجة. في حديث آخر عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، إن الله ليرحم، إن الله عز وجل ليرحم الرجل لشدة حبه لولده أو لولده، لأنه يحب أولاده بالشدة، الله يرحمه لذلك. الإشباع العاطفي، هذا هو الحق الخامس أو ما ينبغي في المرتبة الخامسة. وهنالك رواية أخرى أيضا لا بأس أن نذكرها، المهم والرواية مذكورة في بحار الأنوار، أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي جماعة صلاة الجماعة، والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه صغير بالقرب منه، كان يجي للمسجد الإمام الحسين صلوات الله عليه وهو صغير، فكان إذا سجد النبي صلى الله عليه وآله جاء الإمام الحسين فركب ظهره، يقعد على ظهر النبي في حالة السجود، ثم حرك رجليه، الإمام الحسين يحرك رجله الشكل قائلا حل حل، ما أدري شنو معنى هذه الكلمة، أو كلمة مثلا صبي يقولها، النبي صلى الله عليه وآله يدفعه هالشكل، يعنق معه، فإذا أراد أن يرفع رأسه أخذه فوضعه إلى جانبه، النبي كان يشيله عندما كان يريد يرفع رأسه ويضعه إلى جانبه، فإذا سجد يعني النبي صلى الله عليه وآله عاد على ظهره وقال حل حل، فلم يزل يفعل ذلك حتى فرغ من صلاته. فقال يهودي، يهودي كان يباوع يشوف، طبعا ما ذكر رسول الله، ذكره بالاسم، أنا أقول يا رسول الله، هو ذكره بالإسم صلى الله عليه وآله، إنكم لتفعلون بالصبيان شيئا ما نفعله نحن، تعامل غير مألوف عندنا. فقال صلى الله عليه وآله أما لو كنتم تؤمنون بالله ورسوله لرحمتم الصبيان. هذا أثر من آثار الإيمان بالله وبالنبي صلى الله عليه وآله، وهذا الشيء أخذ اليهودي هالشكل تعامل رسول الله وقائد الدولة هالشكل يتعامل مع طفل صغير في صلاته، فقال فإني أؤمن بالله ورسوله وأسلم. وأسلم هذا اليهودي عندما شاف هذا التعامل الأخلاقي العظيم من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو الشيء الخامس. الشيء الأول اختياره لوالدته، الشيء الثاني أن يحسن اسمه أو يحسن اسمه، الشيء الثالث يعلمه القرآن، الشيء الرابع يعلمه الكتاب، الشيء الخامس الإشباع العاطفي. وفي بعض الأحاديث من كان له صبي فليتصاب مع الصبيان، بعد مو مكان الوقار،
الوقار مع الناس، لكن مع الأطفال واحد يصير مثلهم، يلعب وياهم، يضحك وياهم، الشكل المطلوب من الناحية الشرعية على ما في الروايات. الشيء السادس، نقطة كلش عجيبة في الواقع، فقد تبدو نقطة كلش صغيرة في منظارنا. شنو أهمية هذا الشيء؟ شنو أهمية هذه النقطة؟ هذه النقطة وردت في رواية، وهذه الرواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله، والرواية موجودة في بحار الأنوار. يذكر من جملة ما ينبغي على الأب أو على الوالدين، ويدعو له فيما بينه وبين الله، دعاء الأب في حق ولده ودعاء الأم في حق ولده. شنو أهمية هذه النقطة؟ دعاء، واحد يقول يطلب من الله سبحانه وتعالى لأولاده الخير والسعادة وحسن العاقبة والتوفيق. شنو أهمية؟ كثير من الأشياء صغيرة في نظرنا، كثير من الأشياء. شنو أهمية؟ فلان عجوزة في العائلة، عمة عمرها 80 سنة، لا تملك من الأمر شيئا، واحد يروح يزورها، يقعد يمها، يسلم عليها. شنو هذا؟ شنو أهمية هذا العمل؟ وعندما تروح يمها تحكي أشياء غير مفهومة. هاي شيء صغير لكن عند الله كبير جدا مهم. عندك قريب في بلد آخر، يكتب له مكتوب، سلم عليه، أدعو له، ألتمس منك الدعاء. شنو أهمية هذا؟ واحد جاهل، أمي لا يحل ولا يربو، شنو أهمية تكتب له مكتوب؟ هذا جدا مهم عند الله سبحانه وتعالى. إفلان حاجة لمؤمن تقضيها أو تحاول قضائها، نجحت أو لم تنجح، شنو أهميتها عنده؟ هذه النقاط الصغيرة ربما عندنا تكون صغيرة، ولكن عند الله سبحانه وتعالى ربما تكون كبيرة. واحد رأى الجد رحمة الله عليه في المنام، فسأل أنه شنو معادلات هذا العالم؟ شنو في هذا العالم؟ فقال له شعرا بالفارسية معناه أن أحدا لا يعرف أنه في هذا العالم، هل القطعة الصغيرة من الحجر تنفع؟ قطعة صغيرة من الحجر هي التي تنفع، أو العقيق هو الذي ينفع؟ يعني شيء قد نعتبر جدا مهم وهو عند الله ما إلى أي قيمة، شيء عمل نهتم به ونركض وراء ونسعى ولا قيمة له عند الله. ليش؟ لأنه رياء مثلا، عمل ضخم يؤتى بأعمال كالجبال لا قيمة لها عند الله. الله لا ينظر إلى حجم العمل، عمل ضخم لكن ما في إخلاص، في رياء، ما إلى قيمة عند الله. فقد يكون عمل صغير جدا مهم عند الله، جدا إلى آثار. لذلك واحد لازم يسوي كل شيء من الأعمال الخيرة. بعدين أشياء صغيرة وتجتمع تجتمع تجتمع تكون شيئا كبيرا. إذا يوميا واحد يسوي 10 حسنات بالسنة، كم حسنة تصير؟ 10 × 360 3600 تقريبا. إذا السنة 360 هواي مهم، 3600 حسنة واحد يسوي، هذا مو مهم؟ كلش مهم. دعاء الأب في حق ابنه قريب إلى الإجابة،
دعاء الأم في حق ولدها أو بنتها هذا قريب من الإجابة. قضية ليلى عندما ينقلون الخطباء ذهبت ودعت ونشرت شعرها وطلبت من الله أن يعيد إليها علي الأكبر سالما، فعادها إليها سالما في تلك المرة التي ذهب إليها على التقسيط الذي ينقله الخطباء. الشيخ محمد تقي المجلسي رحمة الله عليه، والد العلامة المجلسي، في ليلة من الليالي بعد التهجد والعبادة والتضرع في قلب الليل، حشف ليشعر أنه أن الله تعالى الآن يستجيب دعاءه. حشف ألقي في قلبه الآن الله يستجيب دعاء، فأخذ يفكر أنه شنو يدعو الآن، شنو يطلب من الله، وإذا بهذه الأثناء يسمع بكاء ولده الصغير محمد باقر، فأخذ يبكي فقال اللهم اجعله مروجا لشريعة سيد المرسلين وخادما من خدام أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. بعض العلماء كاتبين هذه التوفيقات العظيمة التي وفق إليها العلامة المجلسي رحمة الله عليه، اللي واحد من آثار كتاب بحار الأنوار، واحد من آثار هذه التوفيقات هشف البكر، وكانت ببركة ذلك الدعاء من هذا الأب في قلب ذلك الليل. أنا لا أسمي، ولكن أعتقد أن بعض التوفيقات التي نالها بعض العظماء الموجودين فعلا، هذه التوفيقات التي نالوها في حياتهم إنما هي ببركة دعاء أبيهم، هذا الدعاء اللي دعاه الأب بقلب متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الدعاء هو الذي أثر في هذه التوفيقات العظيمة لهؤلاء الأفراد العظام. فالشيء السادس أن الآباء وأن الأمهات يدعون لأبنائهم ولبناتهم، يدعون لهم بحسن العاقبة وبالسلامة في الدين والدنيا وبالسعادة وبخدمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث المروي في البحار يقول ويدعو له فيما بينه وبين الله، يعني عندما تصلي صلاة الليل ادعو لأولادك وأحفادك، عندما تكون مع الله في هذه الحالة حالة الانقطاع تدعو لهم، فلعل هذا الدعاء الصغير يكون فيه آثار عظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.